واحد 6 شهور غادي ولا 7 شهور باش تبعث له الوراقه ديالي باش تبعث باش عطوني هي هو اللي جعلني باش ندير سميتو باش نجي باش نصوب له الموطور البلاكا ديالي هادشي عرفتوش حيت هادشي سمعنا بان غتكون حمله على هاد الموطور من هنا شهر 7 غادي يبداو يوقفوا على البلاكا هادشي اللي كاين عرفتي المخالفه شحال تقريبا على لا لا ما عنديش علم عليها العمليه ديال لونسيان بارك راه تقريبا يعني دازت عمليه نجحت من تجميع يعني بزاف ديال واحد العدد هائل ديال المناطق ولكن اللي كنلاحظوا هو انه مع هاد الايامات يعني مع ظهور الاشهار ديال قرب يعني باش تنتهي الفتره المحدده لهاد العمليه كنلاحظوا واحد الاكتظاظ عاوتاني اللي رجع لينا الاكتظاظ لي سونتر دو فيزيت تكنيك ولان هاد الهجوم هذا كيجي نتيجه ديال التخوف من العقوبات الجزائريه اللي كتهضر عليها يعني اخر التعديلات اللي قام بها السيد الوزير على مستوى مدونات السير واللي كتهضر على عقوبه ديال 500 درهم لكل دراجه ناريه ما دارتش عمليه ديال الترقيم وانه الاجل اللي حددته الوزاره لا تراجع فيه ويكون هو 1/7/2016 لهذا دابا اصحاب الدراجات انتبهوا لهاد العمليه دونك ما تبقى من الدراجات القديمه راهم حاليا يعني متجهين لمراكز الفحص التقني خوفا من هاد العقوبات وباش يكملوا يعني النجاح ديال العمليه.